زي ما حكينا بداية المحاضرة آخر شيء حكينا عنه كيف نكتب الفيكتور في السفيريكال كوردينيت، لأن راح يكون 3 كومبوننت، كومبوننت على الار هات، كومبوننت على الثيتا هات، وكومبوننت على الفاي هات. وحكينا كمان انه السكيلر فيلد في سكيلر كوردينيت تكون طبعا دلالة R وثيتا وفاي، وعرفنا كمان اللي هو اللاين إليمنت والاريا إليمنت والفوليوم اللي عن هون إليمنت. بس في كمان خلنا هذا المثال الفيزيائي كيف نحسب البوزيشن والفلوسيتي والاكسلريشن في السفيريكال اللي عن هون كوردينيت. لأنه حنشوف اليوم لو كان في عنا سكيلر فيلد ساي بيحتمل على R وثيتا فاي، وفيلد بيعتمد على R هات وثيتا هات والفاي هات. إذن هذا الفيكتور فيلد راح يكون 3 كومبوننت على ال R هات والثيتا هات والفاي هات. والR هات ثيتا والفاي هات يسمي AR، هاي يسمي A ثيتا A فاي. طبعا AR هي بتحتمل R ثيتا فاي، والA ثيتا بتحتمل R ثيتا فاي، ونفس الشيء بالنسبة لA فاي. لأن ما هو الدايفيرجنس؟ الدايفيرجنس لا طبعا زي ما شفنا الدايفيرجنس هي بتأثر على سكيلر، مفروض انها هذا هو الدايفيرجنس في السفيريكال كوردينيت، هاي العلاقة الموجودة الآن هون أمامكم، كومبوننت على الآر هات على الثيتا هات على الفاي هات. لا تختلف في مشتقة بالنسبة للآر والثيتا فاي، لكن في عندي كميات زيادة ما كان موجودين في الكارتيزيان كوردينيت. طبعا المواد مش مطالبين في حفظها، بس بدك تعرف كيف. نعم الدايفيرجنس للاي اللي هي طبعا هو فيكتور فيلد، الدايفيرجنس لاي المفروض يعطيني سكيلر. اذا لاحظوا طبعا ما في عندي لا ار هات ولا ثيتا هات ولا فاي هات، هذا هو الجواب النهائي. الان هنا اذا واحد على الار سكوير ساين ثيتا عامل مشترك في بارشل بارشل ار بوس ار تربيع ساين ثيتا اي ار سكر قوس زائد بارشل بارشل ثيتا نفتح قوس قوس ساين ثيتا اي ثيتا سكر قوس زائد ار في بارشل اي فاي بارشل بارشل A فاي بارشل فاي. هذا كمان الأكلام بيختلف عن الكارتيزيان كوردينات كان أبسط. هذا هو اللابلاسيان في السفيريكال كوردينات كمان لاحظ كمان شكله بس أقل شوية، بس كل مسألة مش طلبي فيه فقط لأن القانون يكون معطى معك الآن هنا أو يكون أنت معك موجود، وفقط مطلوب أنك تطبق عليه مش مطلوب الآن منك حفظه. الكيرل هذا هو نفس الشيء، بيكون واحد على الار سكوير ساين ثيتا هي الظاهرة هاي المحددة، هاي عندي الصف الأول الآن، هاي الصف الثاني، وهاي الصف الآن هون الثالث، بعدين فكها محددة ثلاثة في ثلاثة. بلاحظ كمان في اختلاف في الصف الأول والصف الثالث عن الكارتيزيان الآن هون الآن كوردينيت. فنشوف الآن كمثال لو طلب منا ما هو divergence للR. طبعا أول شيء divergence أسف gradient للR، gradient هي scalar field، والscalar field من هو عبارة عن الR. الR الآن هو عبارة عن magnitude، وهو scalar magnitude لمين؟ للposition vector اللي هو الR أو الR coordinate. حكينا في spherical coordinate الار كوردينيت هو نفسه الان هون فيكتور. اذا جريدنت الار كيف نحسبها الان هون؟ هاي جريدينت نرجع لقانون الجريدينت، هذا القانون للجريدينت اللي ار هات بارشل بساي بارشل ار. اذا نحط عندي ار هات بارشل بارشل، ما هي بساي بدل بساي عندنا، ما هو السؤال بالجريدينت هون اللي هو عبارة عن R. إذا بدأ كل بصاي هون بحط R هون R هون الآن هون R في الآن. إذا نفس القانون موجود ما بكون الآن هنا،
نفس القانون، لكن هو اللي حط بدل الإحصائي آر هون كان آر واشتق. نحطين هنا آر وهي آر وهي الآن هون آر. فالآن الـ R وثيتا فاي إندبندنس، كون إندبندنت مشتق من أي واحد من النسبة الثانية دائما يساوي صفر، ومنها هذا اللي بيشتق قس فاصل R فاصل R بعطينا واحد بصفر عندي R هات، هون مشتق قس R من نسبة ثيتا صفر، هون مشتق قس R من نسبة فاي يساوي صفر، إذا صفر صفر بيعطينا فقط الآن هون الآن R هات، إذا اللي حكينا إذا فاصل R فاصل R فاصل فاي تساوي زيرو لأنه عبارة عن إندبندنت. لاحظ جريدينت لـ R يساوي R هات نفس اللي كان في الكارتيزيان كوردينيت، إذا تتذكر كانت جريدينت لـ R كانت في النهاية اللي هي الـ R على R اشتقنا وتساوي نفسها الآن هون R هات. لكن لو نرجع للكارتيزيان كوردينيت تقابل يمكن نص صفحة كامل نقدر نطلع نتيجة النهاية، لكن هون فقط في خطوة الآن واحدة قدرنا نطلع نفس الآن هون الآن إجابة. هذا يدل على ما يلي، إن الآن أنا بغض النظر طريقة شو كيف الطريقة اللي استخدمتها لحساب الجريدينت المفروض يعطيني نفس الإجابة. الملحوظة الأولى استخدمت سيركل أو كارتيزيان إجابة، كمان ملحوظة ثانية إنه استخدام السيركل سهل كثير علي، ما فقط بخطوة واحدة قدرت أطلع الإجابة، لكن في الكارتيزيان أخاف إني نص صفحة حتى أطلع نفس الآن هون الآن الإجابة. نفس الشيء لو بدي أحسب ما هو الجريدينت لمين للواحد على R، إذا ما هو بساي بالقانون هو نفسه واحد على R، إذا بدل كل بساي زي هون بدي أحط واحد على R، إذا هون بدي أحط هون واحد على R، هون واحد على R، واحد على R، لكن هاي مش شق بالنسبة لثيتا مش شق بالنسبة لفاي مباشرة أصفار، فقط بنطلع نحسب ما هي الحد الأول لجريدينت واحد على R اللي R هات في فاشل فاشل R في واحد على R واحد على R هات حدين ثانيات أصفار، إذا مستقبل واحد على R R قوة ناقص واحد هي ناقص واحد R قوة ناقص اثنين اللي تساوي ناقص R هات على R تربيع على R تركيب، وحسبنا هذا الشيء كمان سابقا في كارتيزيان كوردينيتس. كمان نفس الشيء جريدينت للأفو R بشكل عام، نفس الشيء بدل أفو R بدل بساي عندي أفو R اللي هنا مشتقة من نسبة لثيتا صفر ومشتقة من نسبة فاي تساوي صفر، لأن هذا فقط بيعتمد على R، ما هي مشتقة أف R هي دي أف باي دي R. إذا كما شفنا هاي النتيجة في الكارتيزيان كوردينيت، لو خلنا بدل أف R هي R قوة N بشكل عام، إذا شو كأني بدي أحسب مشتقة دي أف باي دي R أو دي باي دي R لـ R قوة N، كان بيعطينا الآن هنا اللي n في r قوة ناقص الان هون. الان بشكل مختصر كيف نقدر امثله بسيطه كيف نحصل على الجريدينت في السبيريكال الان هون الان كوردينت. ماذا عن الدايفيرجنس؟ الدايفيرجنس لو طلب من الدايفيرجنس لا احنا نعرف حسبنا اصلا كان ثلاثه في الكارتيزيان كوردينت، لان هذا بيعطيني ثلاثه في السبيريكال كوردينت. الآن برجع الفيكتور A هو نفسه الآن عبارة عن A R، إذا لما نرجع للدايفيرجنس هاي الدايفيرجنس بدي أشوف الآن A R بعوضها هون و A ثيتا بعوضها هون وال A فاي بعوضها لهون عندي، لكن أنا بعرف مين هو البدل A هو نفسه R، لكن R نعرف زي ما شفت المحاضرة الماضية فقط ال one component هي ال R hat، إذا هذا هو تساوي فقط AR في R hat، إذا ال R كفيكتور ال position vector R ال one component وين هي ال R hat وكان تساوي فقط الآن هون R، إذا AR تساوي R، إذا في هذا القانون بعوض فقط AR اللي R هون A تساوي صفر والA فاي تساوي صفر، هذا بصفر وهذا بصفر، إذا فقط بعوض هون مين؟ AR، شو بيعطيني هون؟ R تربيع ساين ثيتا في R، R تكييف ساين ثيتا، أنا بشتقها بالنسبة لمين؟ لـ R، لو بشتقها بالنسبة لـ R، ثيتا هي عبارة عن الآن هون الآن كونستنت، إذا بعطينا R تربيع ساين ثيتا في R، هذول حكينا بصفروا. R تكييف ساين ثيتا المشتقة بالنسبة لـ R فقط مشتقة R لأنه ثيتا ما بتحتمل على R،
بخطة خارج المشتقة. هذا المشتق يعطينا ثلاثة R تربيع، هذا يعطينا مشتقة ثلاثة R تربيع الآن. وفي عندي ساين ثيتا، في ساين ثيتا، وفي عندي R تربيع ساين ثيتا، هذول لو اتصلوا مع بعضهم صفي عندي فقط إلى هون إلى ثلاثة. إذا الدايفيرجنس للآر هو يساوي ثلاثة. نفس الشيء الآن هون، ما هي الدايفيرجنس للآر هات في أبو آر بشكل عام؟ اللي هو نفس الشيء، فقط بعوض هون مين اللي هو أف أوف آر، لأنه هاي عبارة بدل أي آر، هاي عبارة عن أي آر، كانت تساوي أف أوف آر. أي ثيتا وأي فاي أصفار لأنه فقط عندي آر هات. نفس الشيء ساين ثيتا مع ساين ثيتا بيختصروا، بصفي عندي آر تربيع في آر تربيع partial partial R تربيع. فأنا بدي أكون حذر، ما بقدر أخذ R تربيع هون، لا خطأ، لأنه هاي القوس صار هون كامل بتشق كل القوس، قد تشق مش كل القوس الآن هون، بالتالي يكون عندي R تربيع. فبطبق عليه قواعد المشتقة الأول بشق الثاني زائد المشتق الأول، ويعطيني هذا الجواب الآن هون الآن نهاية. وهذا الشيء شيء علاقة اشتقيناها سابقا. إذا لو خلنا بدل أف آر آر قوة أن طبقنا، يعطينا هذا الجواب أن بلس 1 في آر قوة 1 ماينس آر 1. بعدية اللي هو نحسب على الكيرل كتطبيق الكيرل للآر. هاي الكيرل للآر، كيرل للآر سوى آر هات في آر الآن، واحد R تربيع ساين ثيتا، الصف الأول والصف الثاني يبقى كما هو. هون نحط مع AR، هنا A ثيتا، هون A فاي مع لأنه أتذكر إنه هذا هو تعريف الجريدينت. في الجريدينت هون الصف الأول والصف الثاني، الكيرل الصف الأول والصف الثاني يبقى هو فقط والمتغير، بدل AR حط قيمته، و A ثيتا وال A فاي، لأن نسبة بوزج فيكتور A ثيتا و A فاي أصفار. إذا فقط هون بحط مين عندي هون R الآن، نفس الشيء بحط هون فقط عندي R هون، بفك هاي الديترمنت. لاحظ كمان بحط بالي ما أنسى إنه R في تفاي إندبندنت، مشتقة أي واحد الثاني يساوي صفر، إذا كله بعطينا جواب يساوي الآن هون زيرو. ما شفناه كمان في الكارتيزيان كوردينيت، نفس الشيء اللي بدحته ما هو الكيرل على التكييف، نفس الشيء. لأن هنا فقط هنا الكومبوننت عندي للهون الهات، هذا بقدر طبعا أكتب عبارة عن R hat في R على R تكييف، وتساوي R hat على R تربيع. إذا هاي الـ AR، ما هي الـ AR؟ فقط واحد على R تربيع صفر صفر. لو بدي أحسب الآن هون بعطيني كمان جواب يساوي زيرو. إذا أنا بشكل عام الكيرل ل R F of R hat F of R دائما يساوي صفر. كمثال اللابلاسيان لل F of R، الآن اللابلاسيان ل F of R طبعا اللابلاسيان، إذا نرجع اللابلاسيان العلاقة الكبيرة هاي شو طالب يفضل فقط، وانا بعوض اف هون بدل اف ساين، كل اف ساين شو بعوض عندي الان هون اف الان هون، لكن بتعتمد على R. هون بتستخدم نسبة ثيتا، لان هون بتستخدم نسبة لي الان هون الان فاي، نكون حذر في هاي هون الحسابات. الان اللابلاسيان الآن لفنكشن عليش بيعتمد فقط على هون الـ R، راح يكون يعطيني بهذا الآن هون الآن القانون الآن هون. هاي طبعاً F of R، هاي يكون عندك F of R، هذا المشتقة كلهم بعطينا الآن هون الآن F. بالتالي هذا هو الأبلاسيان فقط لـ F الآن of R. إذا هاي بعض الأمثلة كيف نحسب الجريدينت واللابلاسيان والكيرل للآن هون الآن F الآن هون of R. زي ما حكيت الآن هنا فقط مش مطالبين في معرفة الجريدينت والدايفيرجنس والكيرل،
فقط نطلب منك معرفة الآن كيف التطبيق عليه، لأن هنا باستخدام طبعا كل ما هي تكشف فيكتور، ما هي الكومبوتيلر، طبق على هاي القوانين الآن هون الأربعة، شوف ما هي مقدار الآن هون الجابر الجريديت فور، طب شوف ما هو الصايد بتعوض مباشرة صايد صايد صايد، هون بتعوض الكومبوننت، هون بتعوض الكومبوننت، هون بتعوض فقط الآن هون الآن الكومبوننت. لاحظ نفس الإجابة نحصل عليه سواء سبتمبر أو الآن هون الآن سفيريكال كوردينيت. الآن راح نشوف التكملة لهذا الآن هون الشابتر اللي هو آخر شيء راح نحكي عنه مطالبين في اللي هو شوف نعمل شير لهاي المحاضرة شابتر 2 تكون هاي اللي بقية كمان أمثلة ثانية الآن كمان أماكو أمثلة بسيطة كمان كتطبيق على كمان الكير للآر إذا تساوي صفر والكير على الآر تكيف كمان يصفرها وهذا الكير للابلاسيان هذا هو حسبناه الى هنا. الان خلينا نشوف الان في سؤال موجود في الكتاب كالتالي V is a tangent vector field V is tangential to the surface of a sphere اذا V vector عندي V V tangential to the surface of the sphere شو tangential يعني مماس لسطح السفير إذا has no radial component الـ AV للـ R كان تساوي 0 the curl of V is radial الـ curl للـ V الـ curl للـ V is radial إذا وين اتجاه الـ curl للـ V الـ component اتجاه الـ unknown الـ R has no tangential component الـ curl what does this imply about the radial dependence of the spherical spherical component V. إذا في عندنا vector field V tangential to the surface نفس ال V tangential surface the sphere it has no radial component ال curl V is radial curl وين هو باتجاه مين ال R أو R hat بمعنى آخر has no tangential component سؤال كالتالي what لاي ماذا يعني about the radial dependence of the spherical coordinate of V ماذا ممكن أن تصمت كيف ال radial كيف ال radial component اللي هي V R كيف ال V R تعتمد على لان هون R و theta حيث الآن ال gradient لها تساوي صفر وال ما في في ار اصلا وما هي الان ما هي كيف اسف كيف الفي الان هنا ما هي كيف الفي بتعتمد على ار وثيتا المقصود فيه كفكتور الى هون الان اول شيء نفترض ان الفي لها تو كومبوننتس في ثيتا وفي فاي لانه في ار تساوي صفر بحكي لها زوج الكومبوننت اذا الفي ثيتا وفي فاي فقط تو كومبوننتس R كانت تساوي صفر. الكيرل للفي هذا هو الكيرل للفي. The definition on R تساوي صفر. I V theta V phi.
بتحسبوا الكيرل. الكيرل فقط الريدي كومبوننت موجوده، يعني فقط هاي الكومبوننت موجوده، فقط المصفوفه اوكي الطرف هذا الشكل الان هنا، فقط عندي ار هات وفي ثيتا هات بشكل هاي بشكل عام الان هنا بعد ما فك المصفوفه، بس هاز ريدي كومبوننت كون فقط له ريدي كومبوننت، هاي فقط الموجوده، هذه فقط موجوده، هاي تساوي صفر وهاي تساوي لانه صفر. اذا هذا بصفر وهذا بصفر، اذا هذا بصفر هذا بصفر وهذا لانه هون بصفر، اذا هذول الان الاثنين بصفروا متى هذا بصفر؟ فاصل فاصل ار ار في في فاي اذا كان في فاي تناسب واحد على ار، وهذا متى بصفر؟ اذا في ثي تتناسب مين؟ واحد على ار. اذا ومنها نقدر نكتب انه البي الان هو صار واحد على ار في في ثيتا في فاي هات. اذا هذا هو فقط الان هذا السؤال، بس مش مهم كثير الكوب انا فقط الان هذا كيف نفكر شو معنى كتابه الفيكتور، اصنبط كيف الان كوبونت تعتمد على بعض. مثال اخر في ان الكتروستاتيك بوتنشال اوتسايد اند تشارج كونتاكتنج سبيس انفورم ذا فيد، اذا هذا عندك سكيلر بوتنشال بيحتوي على ثيتا، هاي له العطف هذه الصيغه ايزي و اي كونستانت ثوابت، فايند الكتريك فيلد اوجد اي هي ماس جراديانت، اذا اوجد ما هي الكتريك فيلد اللي ماس جراديانت لاف ساي السفيريكال كوردينيت، اذا او كان مطلوب احسب ما هي الماس جراديانت لاف ساي، هذا هو اف ساي بشكل مختصر. الان هذا هو الجراديانت بشكل عام، هاي الجراديانت الى 3 كومبوننت او هات ثيتا هات وفاي، بدا كله بساي مو معطيني بساي، هاي بساي اللي العباره حدين في ار وفي ثيتا، بدل بساي بنعوض الان هون هاي بدل بساي، هون كمان بنعوض هاي بساي، هون كمان بنعوض الان هون بساي، لكن هو بعد ما اشتقينا هون اشتقينا بالنسبه لثيتا، هون اشتقينا اللي الان هون فاي، طبعا هون ما في عندي صفر لان الساي ما بتعتمد على فاي زي ما شايفين، ماكو ما في فاي صار صفر، هون مستقيم مصلحه النقطه بتبسط بيعطينا هذا هو الجواب الان هون النهائي اللي في كومبوننت على الار هات على ثيتا هات. النقطه السؤال اللي بعد الان هون الان هون رايت بارشل بارشل اكس ان سفيركل كوردينيت الان هون بحكي الان ما هي بارشل partial x في spherical كيف تكتبها في spherical coordinate، يعني مشتقة partial partial جزئية في الكارتيزيان coordinate حول لي اياها ل spherical coordinate. اول شيء اذا partial partial x اللي هي عبارة عن partial r partial x partial partial theta في لانه x اصلا هي عبارة عن r sin theta r sin theta cosine phi، إذن x عليك بتحتمد على r و theta و phi، إذن partial partial x بستخدم chain rule هي partial r partial x partial partial r، إذن الشقة بالنسبة ل r نفس الشيء partial theta partial x partial partial theta، وهي بالنسبة لمين partial phi. ما هي partial partial x؟ هاي partial partial x طبعا هاي العلاقة لأن هنا ما هي r؟ هي جذر الإكستربيزة و إكستربيزة التربيع مشتقة بالنسبة لـ x لان بيعطينا x على r، لكن ما هي x r sin theta cosine phi، لكن r مع r بتكسر وضع عندي sin theta cosine phi partial partial x sin theta phi، لان ما هي نفس الشيء partial theta partial x، هاي cosine theta زد على r حتى اوجد ما هي partial x partial theta، بشتق الان من partial partial x الطرف الايسر والطرف الايمن، هنا مشتقة بالنسبة لـ x هي minus sin theta partial theta partial x، هذا الآن partial x بالسقف يعطيني هذا هو النتيجة هي بعض الماس بتكسر هنا، ومنها sin theta مع sin theta تصل بعطيني partial theta partial x تعطب هاي العلاقة، نفس الشيء partial sin phi هي نفس الآن y على x، إذا ما هي partial partial x الآن ل tan phi اللي partial partial x y على x tan phi secant square في partial phi partial x، ونعطينا x y x تربيع،
بعدين بعمل بدل واي بعوض ار ساين ثيتا ساين فاي، وبدل اكس تربيع بعوض ار تربيع ساين ثيتا وساين فاي كل تربيع. بختصر بوصل بعطيني في النهاية فاصل فاي فاصل اكس، فازي بعوض نفس السي كل واحدة ومتاح الان هون. لأن طلب مني كمان ما هي partial partial theta in Cartesian coordinate، تحول theta من partial partial theta cos Cartesian coordinate. اذكر انه الان cosine theta لو زد على r، اذا cosine theta بتحتمل على x و y و z، بس الشيء بستخدم ال same الان. بعدين partial x partial theta هي عبارة عن بستخدم الثلاثية بيعطين R كوساين ثيتا كوساين فاي، لكن R كوساين ثيتا عبارة عن زد، لكن كوساين فاي بتكتبه بدلالة الكارتيزيان كوردينيت. أنا بعرف تان فاي ساوي على إكس، هاي من عندي هذا المثلث. ما هي كوساين فاي؟ هي إكس تربيع زد واي تربيع، هاي زد موجودة وهاي إكس واي، هاي باشل إكس باشل ثيتا. نفس الشيء بحسب باشل واي باشل ثيتا، نفس الشيء باشل زد باشل ثيتا، وهذا بيعطيني هذا هو الجواب الان هون الان انهائي. لان نطلب كمان ما هي ترانسفورم فيكتور ايه الان مره ثانيه. هذا عندي فيكتور ايه الان له 3 كومبوننتس، الار هات والثيتا هات والفاي هات، اللي هي بدلاله الكارتيزيان كوردينيت. الان هنا كيف تحول كارتيزيان كوردينيت؟ الخطوة الأولى الآر هات تكتبها في الكارتيزيان كوردينيت، بعدين الثيتا هات تكتبها في الكارتيزيان كوردينيت الآي زيرو كي، والفاي هات تكتبها بدلالة الآي هات والجي هات. إذا الآي هات بدلالة الآي والزيرو كي، والفاي هات الآي والجي والكي هات، والفاي هات الآي هات والجي هات سابقة. بعدين بحاول أبسط الآن هنا بدخل وانا بين بضطيس على الفاي كوساين فاي كوساين فاي بدخله في الداخل ببسط الآن هنا في النهاية بعطيني الآي هات بصفره على الفاي هات كمان على بصف بجمع الكومبوننت الآي على الإكس أكسس مع بعضهم، بعدين بجمع الكومبوننت على الإكس أكسس على الواي أكسس مع بعضهم، وعلى الزد أكسس بجمعهم مع بعضهم. بلاحظ الكومبوننت على الاكس اكسس وعلى الزد اكسس بصفه، فقط بصفي عن الكومبوننت وين على الاكس اكسس. هاي الكومبوننت على الزد اكسس بعطيني هاي العلاقه اللي هي ساين فاي زائد كوساين تربيع على فاي، وببسط بعطيني واحد على ساين فاي، لكن واحد على ساين فاي بستخدم المثلث بكتب ذات اكس واي بعطيني هذا هو الفيكتور. اذا لاحظ فيكتور اللي في كومبوننت في السبيكتر كوردينيت لقط كومبوننت واحد وين في الكارتيزيان الان هون الان. المثال الأخير راح نأخذ يعني اليوم ومطلوب معكم في اليوم الأربعاء القادم. أوجد فلكس ديت فيكتور فيلد، إذا أعطاني فيكتور فيلد إيه؟ إله في كومبوننت على الإكس والواي والزد، راح شكله معقد. أحسب الفلكس هذا ديت هذا الفيكتور فيلد، لكن منين؟ من سطح كرة، نص قطر يساوي الآن هون إيه؟ والسنتر وين هو؟ الهاي سفير هون الأرجح. هذا هو تعريف الفلكس الان هنا. الفلكس هو نفسه التكامل على السيرفس بلو سيرفس و A دوت B A، او نفسه الدايفيرنس A دوت B الان هون V. لاحظ استخدم سبيكتر كوردينيت اسهل لي في الحسابات، لانه اصلا كيف بدي احسب سبيكتر كوردينيت؟ اسهل شيء هذا الشيء الان هو القانون. لان دايفيرنس ال R A D V، كيف بدي احسب لان دايفيرنس ال A؟ أول شيء طيب بحسب divergence بستخدم Cartesian coordinates بعطيني هذا الشيء، بعدين هذا بدي أحوله لمين spherical coordinates عن طريق ال y هي عبارة عن r sin theta sin phi، وبدل z تربيع هي r تربيع تربيع theta. إذا حولت ال divergence أول شيء لل spherical coordinates، حولت بعدين dv معروفة ما هي dv؟ ال r تربيع sin theta dr d theta d phi. بعدين بكامل هذا الحد الأول وتكامل الحد الثاني، وتذكر إنه الـ R والـ theta phi independent، بجمع الـ R مع بعضهم والـ theta مع بعضهم والـ phi مع بعضهم. هذا الحد الأول وهذا الحد الثاني، هذا الحد الأول وهذا الحد الثاني موجود هنا، وهذا الحد موجود الآن هنا. إذن هذا التكامل phi phi d phi من 0 إلى
لو حتى كامل R من 0 إلى A والثيتا من 0 إلى باي من 0 إلى 2 باي، هذا بصف الحد كله، لكن هنا هذا الحد لما بصفه بكامل بيعطيني الجواب النهائي هذا 5 4 باي على 5 A تكييف هذا المقدار الفلكس. إذا هنا هذا المثال اللي بتحول كارتيزان كوردينيت إلى صعب مش بسهولة أستخدم كارتيزان كوردينيت في طرق الآن للحل بس إحنا ما تعلمناه في المادة. كوني بدوج الفلكس وخلال السفير، إذا طبيعي أنتقل إلى السفيريكال كوردينيت، وهون تشك شو عملنا لهنا. أنا ما تعاملت مع الفوليوم بالسيرفس، تعاملت مع الفوليوم لأن استخدام طبعا جاوس ديفيرجنس ثيرم هون الفلكس مثل أي سطح مغلق ونفسه تكامل بين المساحة حول على الفوليوم، تحول تكامل الفوليوم أسهل. ليش؟ لأنه عبارة عن طبعا سكيلر الديفيرجنس، هاي الديفيرجنس كيف تحول أكتب الديفيرجنس لإيه في السفيريكال كوردينيت. الخطوة الأولى إن كتبته في الكارتيزان كوردينيت هون سهل أحسبه، بعدين حولت بدل واي زد بدلت استخدمت الترانسفورميشن كتبته بدلت السفيريكال كوردينيت، بعدين الدي في هذا هو الدي في في السيركل كوردينيت معطيني حد الاول حد الثاني تكاملين تكاملات على اول حال في ثاني حال وفاي حال. ليش؟ لان ذي ار اندبندنت، هاي ميزه كويسه في السيركل كوردينيت، بكامل اول حال في ثاني حال الفاي الحال. بعد ما كملت كل واحد الحال الان هنا اعطاني هذا بصفر، اعطاني هذا هو الجواب الان هون انتهي. الان هذا الان كيف استخدم للسيركل كوردينيت لحساب بعض الكميات الان هون الفيزيائيه. واذا لاحظ هنا فقط التك هنا انه كيف اكتب الدايفيرجنس فقط في السيركل كوردينيت، كيف تعمل هذا الشيء، تحسب الان الدايفيرجنس في الكارتيزن بعدين بتحول السيركل. البقيه عباره عن تكاملات بسيطه انه كيف اكمل ساين فاي فرضا او كيف اكمل كوساين تربيع ساين ثيتا المفروض اتعلمتوها في الكالكولاس. كيف كامل هذا البسيط كامل بسيط وحدود تكامل طبعا الآن من 0 ل A لنصف القطر، ثيتا من 0 للباي والفاي من 0 ل 2 الآن هون الباي، فاي معطيك الجواب الآن هون الآن النهائي. إذا هذا طبعا بالنسبة لمحاضرة اليوم وهي الأشياء المطلوبة منكم في هذا الآن هون الآن الامتحانكم، وطبعا رح يكون يوم الأربعاء الآن هون القادم في نفس نفس اليوم مع القادم في الساعة 9:30 10:10 راح يكون مدة الامتحان نصف ساعة، راح يكون في 15 سؤال. الامتحان راح يكون طبعا على الآن هون المودل، والامتحان راح يكون في الشابتر الأول حتى نهاية محاضرة اليوم. في المحاضرة القادمة راح نبدأ في السيركل كوردينيت، ما راح يدخل في الامتحان، الامتحان في الشابتر الأول وفي السيركل الآن هون الآن كوردينيت. في أي سؤال في أي استفسار لحاضرة اليوم أو بالنسبة لي الآن هون المادة؟